كان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، أحبابي أبنائي بناتي إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب يتقبل طاعتكم، ورب يتقبل صيامكم وقيامكم وطعامكم وشرابكم إن شاء الله، لأن أعمال المسلم كلها إذا كان نيته خالصة لله كل أعماله كلها لله كلها مأجور عليها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو إسلامنا اللي يجمعنا نحن لهنا، نحن توانسة لكن مش كل التوانسة نحن لهنا، نحن توانسة نصوم إن شاء الله، ونحن توانسة نعبد ربي، وإن شاء الله ربي يهدي كل عباده، وربي يهدي كل أولاد بلادنا وبنات بلادنا. نحن نحب الخير لبلادنا وللعالم كله، ما عناش حقد على حد، نحن نحب الجميع، ونتمنى باش يكون رمضان هذا إن شاء الله باب للخير وباب للجنة وباب للوحدة وباب للرحمة، لأنه رمضان مش الصيام فقط، مش صيام عن الطعام والشراب، وإنما صيام عن كل شيء ربي ما يحبوش، صيام عن الكذب، وصيام عن الزور، عن شهادة الزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل بالزور، هكذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صلاته والصلاة وصيامه. ربي يتقبل منا جميعا ويجعلنا إن شاء الله، يجعل رمضان هذا خير وبركة على المسلمين وعلى غير المسلمين إن شاء الله، على كل نفس بشرية فيها خير، لأنه الخير موجود في الجميع، والإسلام هو جماع الخير، هو تجميع لكل الخيرات. نهنيكم برمضان، ونهنيكم إن شاء الله باجتماعكم، الاجتماع على الخير هو خير، وبلادنا إن شاء الله ماشي في طريق صحيح، من عام 11 ثورة 17-14 كانت خير لتونس وخير للعالم العربي والعالم كله. تونس بعد ما كانت منسية ما لا تذكر إلا وقت اللي تكلموا على الاعتداء على حقوق الإنسان، بعد تونس كانت مضغة معناها في أفواه الناس، التعذيب والسجون والكبت والقمع. تونس بعد ثورة 14-17 أصبحت قبلة للعالم، والعالم كله ولا يتمنى، خاصة العالم العربي اللي يعيش تحت الطغيان والظلم، يتمنى يقول يا ريت يكونوا مثل تونس، بل كأنهم يدعون يقول يا ربي تونسنا، أي اجعلنا مثل تونس في الحرية. أنتم نفسكم ونحن كنا معاكم في الهجرة، كنا محرومين من بلادنا، الآن اللي يحب يعيش في تونس يعيش حر كريم، واللي يحب يهاجر، وهكذا الشعوب الحرة. بلادنا اليوم تتجه إن شاء الله إلى تثبيت الحرية وتثبيت الديمقراطية وتثبيت الإسلام الديمقراطي إن شاء الله في الانتخابات القادمة، ولذلك مشاركتكم في الانتخابات القادمة ستكون إن شاء الله على طريق تثبيت الخير في بلادنا، والخير مفتاح هو الحرية، لأنه ما ثماش قيمة للإنسان بدون حرية، فاقد الحرية معناه كأنه فاقد للإنسانية، ولذلك ربي قال في القرآن قال لتنذر به من كان حيا، الحياة ما هي ماكلة وشراب، الحياة كرامة، والحياة حرية، والحياة أنفة وقيمة وإنسانية. لذلك نحن ماشيين في 6 اكتوبر القادم باش نزيدوا نثبتوا قيمة الحرية في بلادنا وقيمة الكرامة في بلادنا. ولذلك اللي يشارك في الانتخابات ايش معناها؟
معناه يعتبر نفسه أنه مواطن وأنه هو يشارك في الحكم، يشارك في الحاكمين من يحكمني، لأنه نحن مناش متاع ملقى، وإنما نحن خلفاء الله في الأرض بشر، لذلك لازم يكون عندنا رأي في من يحكمنا، يحكمنا سواء كان زيد أو عمر، لكن يحكمنا بإرادتنا نحن. تونس اليوم فيها مشاكل لا شك، لأن نحن في مرحلة انتقالية، يقولوا باللغة العامية متنقلة متبالة، معناها إذا كان حاجة نقلنا شيرة من مكان إلى مكان تبقى مدة هي تعبة ومتبالة، لكن بعد ذلك تضرب عروقها في الأرض وتثمر إن شاء الله. الحرية في بلاد نحن، بلادنا الحرية ما زالت في مرحلة التجريب، وما زالت ثم ناس تحدث نفسها بأنه نرجع بلادنا للوراء. ثم ناس تتبع وقت تشوف تونس، تونس الديمقراطية، تونس الثورة، فيها مشاكل وهذا صحيح، فيها مشاكل بطالة وفيها مشاكل فوضى، ولكن نحن أحرار في بلادنا. وقت نشوف هذا يقولوا يتوازى راو العهد القديم، وقت اللي تونس كانت جزرنا يحكم فيها عسكري ومنظمة صحيح، ولكن يحكمها الرعب، ناس خايفة يخرج من داره ما يعرف يرجع لها ولا ما يرجع لهاش، وقت اللي يقف في المطار داخل البلاد ولا في البرد ما يعرف يخلوه يدخل وإلا ولا ما يدخلش، ولا يسيبوا له أمواله. ذاك الزمان لن يعود بإذن الله، لن نسمح بعودة الدكتاتورية لتونس إن شاء الله. لما ناس تحدثهم أنفسهم بالردة، تسمع بالردة، الردة كانت في أول الإسلام، ناس حبت وقت اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم، ناس حبت ترجع للجاهلية، هذاك تسمى حركة الردة. الآن ثم ناس يبشروا فينا بعهد بن علي، وأنه بن علي بيرجع، وأنه الثورة لم تأتي بالخير وإنما أتت بالفوضى والشر. هؤلاء غلطين في حساباتهم، لأنه للثورة نساها ورجالها، ولن يسمحوا بعودة الدكتاتورية لتونس. تونس اليوم قبلة للعالم، والعالم كله معجب بالنموذج التونسي. نحن في زيارتنا هذه قابلنا مسؤولين فرنسويين من مختلف المستويات، وعبروا عن إعجابهم بالنموذج التونسي واستعدادهم لدعم النموذج التونسي، لأنه في نجاح النموذج التونسي خير مش للتوانسة برد، وإنما خير للتوانسة وللأوروبيين، لأنه لو ساد الإرهاب وسادت الدكتاتورية في تونس، في ليبيا تعرفوا ليبيا شفيها، والجزائر، معنى ذلك أوروبا تصبح مهددة، ولذلك من مصلحة أوروبا أن تنتصر الثورة التونسية، أن تنتصر الديمقراطية في تونس إن شاء الله. هناك إذن نحن ماشيين لمحطة مهمة. تونس الآن فيها صراعات كثيرة، شكون باش يفوز في الانتخابات القادمة؟ نحن في الحقيقة إذا انتصرت الديمقراطية يكون الجميع قد فازوا، يكون الجميع قد فازوا، لأنه في الحرية الناس كلهم فائزون. من حسنات الديمقراطية أنه إذا واحد نجح وفاز ما يغترش وما يظنش بأنه هو باش يشد ذاك البقعة هذيك وينصف فيها إلى الأبد، لأنه بعد شوية باش الناس تحاسبوا وتجي انتخابات أخرى، وإما بقية غديكة وإلا الطيش. واللي ينهزم في الديمقراطية زاد ما يأيسش، ما يقولش أنا مشيت، وإنما يعالج نفسه، يراجع نفسه، يشوف وين غلط باش المرة القادمة ما يعاودهاش، باش المرة القادمة ينجح. ولذلك نحن المهم، صحيح مهم باش ننجحوا نفوزوا في النهضة كما فزنا في الانتخابات الماضية، ولكن الأهم من ذلك هو أن تفوز العملية الديمقراطية، أن يبقى الشعب التونسي وصاحب الكلمة ويوافق النهضة ولا يخالفها، هذيك حريته. تونس الآن فيها مشاكل بطالة، فيها مشاكل غلاء، برشا ناس خارجة من تونس، عشرات الآلاف من المهندسين والأطباء والفنيين غادروا تونس نحو أوروبا ونحو البلاد المختلفة،
هذه خسارة ولا مش خسارة؟ أيش خسارة؟ لأن الإنسان الصالح مثل الغيث، وأين فيما يصب فيما يصب ينفع البلاد. واحد سأل لنا واحد صحابي اسمه فوديك، اسمه ايش؟ فوديك، يحب يسمي ولده فوديك يسمي اسم لطيف، اسمه فوديك. فوديك هذا سأل الصحابي اللي اسمه فوديك، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنا هي بقعة تختارها لي باش نقيم فيها، مكة المدينة وين أنا أحسن بقعة متاع الإقامة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فديك الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. قالوا بلاد كلها بلاد ربي، العالم كله هذه بلاد ربي كله خلقها، ولذلك وين تلقى راحتك وين تلقى هناك هذيك بلادك، هذيك بلادك. ولذلك لازم تعتبروا البلاد هذه اللي تعيشوا فيها هي بلادكم، وتعملون على خيرها وتعملون على نفعها وما تضروهاش، لأن الإسلام يقول لنا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللي يفتح لك داره وقال لك تفضل وعيش، باش الجزية هذا؟ ما الجزية إلا بالخير. ولذلك المسلم حيثما ذهب ينفع ما يضرش، معناها طلق بلاد ولا ما طلقهاش بلاده الأصلية؟ لا ما طلقهاش. ممكن واحد يكون عنده أكثر من جنسية وعنده أكثر من ايدنتيتي، ممكن، وحيثما كان هو إنسان مفيد ينفع ما يضرش. ولذلك ما زلناش نشعروا بالغربة، شنو اللي ينقص من الغربة متاعنا؟ اللي ينقص من الغربة متاعنا مثل الاجتماعات هذه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن بأخيه، عليكم بالجماعة، اللمات هذه باهية، خلينا نشعر بها. لذلك أنا نشكر الأخوة والأخوات والأطفال والطفلات اللي نظمونا اللقاء هذا معناها، وأطعمونا هذه الأطعمة الجيدة وخلونا نعيش في الجو التونسي المسلم في رمضان المبارك. جزاكم الله كل خير أبنائي وبناتي على هذه الفرصة هذه اللي وفرتوها. قال عليكم بالجماعة، اللمات هذه تقرب الناس لربي سبحانه وتعالى وتقربهم لبعضهم. ولذلك لازمنا نحرص على اللمات هذه، نحرص على الجماعة، لأنه هذا خلينا نشعر بأننا جزء، صحيح أن نحن فرنسيس جزء من الفرنسيس، ولكن نحن نشعر بأننا أمة إسلامية، نشعر بالإسلام العظيم اللي يربطنا وخلينا عائلة واحدة، عائلة مسلمة. حبيت نقول بعد ذلك شيء واحد، حبيت نقول بأنه الثورة التونسية برشا ناس قبل ما تقوم الثورة التونسية كان برشا ناس يظنوا بأنه بن علي مخلد في البلاد. الشعب التونسي خلال 3 أسابيع من الثورة جابوا على برا، بن علي هرب ولن يعود إن شاء الله. أما ناس قاعدين يتحاكموا في تونس هم غايبين خارج البلاد، ثم انا واغلبهم موجودين في البلاد، وعلاش ما يجوش؟ على خاطر حتى حد ما جاء هزهم للمحكمه، وعلاش حتى بوليس ما جاء باش يهزهم؟ لان البوليس ما يجيش باش يهز بوليس كيفه. ولذلك قفص الاتهام خالي، وهذاك علاش نحن كنا نعملوا مشروع متاع عفو، قلنا تعالوا اعتبروا برك، قولوا رانا تورطنا. ثم الاسلام في مبدا في قيمه اسمها التوبه، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه، توبوا واحسن يتوب الدنيا ولا يبقى حتى الاخره، من تاب تاب الله عليه. ولذلك نحن ما عندناش غير وما عندناش ثار، ولكن ما يلزمش اللي عمل جريمه يبقى راسه لفوق وما يعتذرش وما يطلبش السماح، وما يلزمش الضحيه معناها مشات فيه الضحيه، هذا لازم يكرم، لازم يعوض له بدنه، يلزم يحتاج الترقيه، عائلته تحتاج الترقيه، عائلته مدمره،
لابد أن نعود للضحية. ولذلك الآن لا الجلاد الآن انتقم منه ولا الضحية، تم الترقيع، تم التعويض لها. ولذلك العدالة الانتقالية في تونس مازالت ما كملتش، ونحن نطالب بعدالة انتقالية مش عدالة انتقامية. نطالب بعدالة فيها كشف للحقيقة باش ما نرجعوش مجددا للظلم. نحتاج إلى عدالة انتقالية فيها إعادة الاعتبار للضحية والاعتبار له والتعويض ليه. نحتاج إلى عدالة انتقالية تقلب تطوي صفحة الماضي وتفتح صفحة المستقبل لمجتمع تونسي متعاضد متحاب متعاون. ماهوش كلما دخلت أمة لعنت أختها. ما نحبوش كل جيل ينتقم من الجيل اللي قبله. ما نحبوش كما نحن جيل من أولادنا فتح عينيه على أمهات والدموع يملأ أعينهن. ما نحبوش جيل آخر ولو من الجلادين أولاده يتيتموا ومرته تبكي وعائلته ما تعرفش ما عيدها مش عيد وفرحها مش فرح. نحب المجتمع التونسي يتضامن مجددا، وذلك بتطبيق عدالة تصالحية تصالح المجتمع التونسي باش يولوا التوانسة إخوة ومتحابين. وعلى كل حال اللي حصل في تونس أثر في المنطقة كلها، والآن ثم نفس جديد للربيع العربي. الربيع العربي لأن من السودان الليبيا للبلدان كلها بلدان المنطقة، بما يدل على أنه الشرارة اللي انطلقت من تونس، الشمعة اللي انطلقت من تونس وأضاءت العالم العربي وحاولوا يطفوها التوانسة بفضل الله عليهم حافظوا على الشمعة هذه وأعطوا رسالة إلى أن كما نجحت الديمقراطية في تونس ليش ما تنجحش في مصر، وليش ما تنجحش في ليبيا، وليش ما تنجحش في سوريا. وستنجح بإذن الله، وستظل تونس منارة للهدى، وسيظل التونسي رأسه شامخ بأنه أنجز إنجازا عظيما للأمة. وربي يوفقني وإياكم ويتقبل صومكم وصلاتكم وقيامكم وركوعكم ويجعلكم وإيانا من عتقاء شهر رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.